جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: إذا كان الشخص في سفر لدراسة أو للعمل في الخارج وهو لا يدري متى يعود، فكم المدة التي يقصر فيها الصلاة؟ وهل إذا علم أنه سيبقى أكثر من 4 أيام فهل له أن يقصر أو يصلي مع الناس؟ جزاكم الله خيرا. الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا علم أنه سيبقى أكثر من 4 أيام أنه يتم الصلاة، لأنه تنقطع في حقه أحكام السفر وتلزمه أحكام الإقامة، ومن ذلك إتمام الصلاة. ومن باب أولى من يذهب للدراسة ويقيم سنين في بلاد الدراسة، فهذا يجب عليه إتمام الصلاة لأنه أصبح مقيما، وكذلك يجب عليه صوم رمضان لأنه أصبح مقيما. نعم.